اهلا وسهلا بيكم. احنا كنا بنتكلم على الاسباب اللي ممكن تخلي يحصل ان مريض المياه الزرقاء يخش في ضعف ابصار شديد يصل الى درجة العمى. الموضوع دوت ليه اسباب نحاول نبص عليها كده علشان نقدر نتجنبها وبالتالي نمنع المرحلة دي اللي ان شاء الله ما حدش في حضراتكم يوصل ليها. اول حاجة في هذه الأسباب إن إحنا ما عندناش موضوع إن إحنا نكشف دوريا وإن إحنا نبص على العين على الأمراض اللي هي إحنا نحب إن إحنا نتجنب حدوثها تماما. موضوع الكشف الدوري دوت إن إنت عند سن الـ40 لو حضرتك بتعمل كشف نظارة أو جيت تعمل كشف نظارة للقراية، اطلب من الطبيب إن هو يبص على قاع عين حضرتك، وساعتها ما تكونش سايق، وإذا كان قال لك هنحط قطر عشان نطمن أكتر ونحصل على معلومات أكتر عن العين وعن الشبكية وعن العصب البصري، وافق بسهولة واعمل الكشف الدوري دوت. الكشف الدوري دوت بعد الـ40 بيبقى كل سنتين، وبعد سن الـ60 بيبقى كل سنة. الطبيب ممكن يلاقي بعض العلامات، ساعتها ممكن يقول لك ايه والله احنا محتاجين نعمل فحص اكتر، احنا محتاجين نعمل مجال ابصار، احنا محتاجين نطمن باننا نعمل حاجات معينة. اعمل الحاجات دي هتقلل كتير جدا من فرص حدوث المرض. ده بالنسبة لاكتشاف المرض. اما بالنسبة للنقطة التانية والسبب التاني، وهو ان ليه بعد ما تم اكتشاف المرض دايما بيحصل بعد كده تدهور وما بننجحش في إنقاذ العصب البصري. الأمراض اللي هي دايماً اللي هي بتبقى أمراض مزمنة وتأثيرها ممتد، يعني ما بتخفش، زي المياه الزرقاء كده. الأمراض دي إحنا محتاجين إن إحنا نظبط أمورنا. يعني دايماً إيه، إذا كان حضرتك تعرف حد مريض سكر ولا حاجة، لما تيجي تسأله أنت خفيت من السكر، ولا بتقول السكر بتاع حضرتك متظبط ولا لا؟ هي دي النقطة. هل انت امورك بالنسبة للمياه الزرقاء وارتفاع ضغط العين امورك متظبطة والامور ماشية ومفيش تأثير سلبي على العصب البصري، ولا الامور في تدهور مستمر؟ هي دي النقطة. فبالتالي الهدف من العلاج هو المحافظة على النظر والمحافظة على مجال الإبصار والمحافظة على العصب البصري. أتمنى لكم الصحة والعافية، وألف ألف سلامة على حضراتكم، وشكرا جزيلا.